إذا بغينا نتسائلوا احنا كذلك بدورنا السلطات والجهات المعنية علاش مازال مسدودة. دائما خصني نقول عيب وعار، عرفتوا علاش عيب وعار؟ راه عيب وعار نصاوب واحد الحاجة مصاوبة ما ناقصها والو، حل البيبان ودير عساس صافي، وما تقوليش الليلة حلينا غادي يخربوها، اللي خربها خصو يتربى، القانون على الجميع. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله، اهلا وسهلا بكم من مدينه مكناس، احييكم. اذا بالضبط هذا اليوم شاءت الاقدار اننا نمر من امام ويسلان، وبالضبط كتسمى هذه البلاصه العمارات، كتسمى العمارات يعني في ويسلان في العمارات. اذا واحد الجرده وصلونا عده شكايات، نقولوا شكايات ديال المواطنين، تيقول لك اودي واحد الجرده صوبوها زوينه، فعلا شفنا لداخل زعما مجهود جبار وزوين، دار واحد الخصه متنفس فضاء اخضر فين يجلسوا الامهات والاطفال والعائلات، خصوصا هذه البلاصه كيف كنعرفوا ويسلان عامره بزاف، فيها كثافه سكانيه كبيره. اذا بغينا نتسائلوا احنا كذلك بدورنا السلطات والجهات المعنيه علاش مازال مسدوده. يعني انا صراحه غنقولها ونعاود دائما خصني نقول عيب وعار، عرفتوا علاش عيب وعار؟ راه عيب وعار نصاوب واحد الحاجه مصاوبه ما ناقصها والو، حل البيبان ودير عساس صافي، وما تقوليش الليله حليناها غادي يخربوها، اللي خربها خصو يتربى، القانون على الجميع. يعني ما بقاوش نتحججوا بداك القضيه، الا حلينا غيخربوها. اذا هنا غادي نكون رسالتي او سؤال، وكذا هو طلب، سؤال وطلب، سؤال وعلاش ما تحلاتش، وطلب غادي يكون هو خصها تحل، وكنتمنى من الله المره الجايه من دوزو من هنا القوات حلات ان شاء الله باذن الله. اذا وصلنا لنهايه الحلقه، وكان معكم ربيع.